واحب بس اقول يعني الطب خدمه سيرفيس، والسيرفيس دي لازم نقدمها على اكمل وجه. مش الكونسبت او فكره التقديم خدمه الطب اختلفت عن زمان كتير، ويمكن كل يوم في جديد، وكل يوم في تكنولوجي، وكل يوم في وسائل تواصل بتبتدي تظهر السيرفيسز الجديده. وده الكونسبت اللي انا اشتغلت عليه في تاسيس عياداتي. يعني انا لما جيت فكرت اعمل عيادات ياس، فكرت ان انا اختار دكاتره كويسين، اوكي، اديهم كل اللي عندي. يعني هي الفكره كلها، الواحد انا ما بحبش ابخل على حد باي حاجه. يعني حتى لما بندي تريننجز، بندي اي نوع من انواع التدريب في مصر وبره مصر، بقول كل حاجه، ما بخبيش حاجه. انا هدفي ان اوصل العلم صح. ويمكن ربنا كرمني قوي، وفعلا مجموعه الاطباء اللي معايا، اذا كانوا في جراحه التجميل او في الجلديه والليزر او في تخسيس والسمنه، يعني فعلا ربنا كرمني بناس، اولاد ناس مذاكرين كويس، مجتهدين، بيشتغلوا على نفسهم. انا عايز اقول لك ان هم بساعات بخش الاقي عيانين من بتوعي هم حقنينهم عادي. خلاص. انا بتكلم ببساطه يعني. حضرتك وذكائك، هو ده برضو ذكاء، ان انت تشتغل، اللي انت تبقى يعني ماشي بمبدا التيم وورك، اللي هو يعني انا مش عايز اكون انا اللي في الصوره بس، لا انت عارف الحب. ما ينفعش ميري حد يعمل كل حاجه. صح. يعني احنا حتى في الجراحات، يعني احنا كديم جراحه احنا 7 افراد. كل واحد فينا عنده حته بتاعته. أوكي. عنده التفصيله بتاعته اللي بيهتم بيها جوه اوضه العمليات وبره اوضه العمليات. يعني يا جماعه العمليه مش كام ساعه بتوع العمليه، العمليه دي تحضيرات وتحاليل وفحوصات، وفي ناس بتراجع، وفي ناس بتراقب، وفي ناس بتحضر اجهزه، وفي ناس بتحضر كرسيهات، وفي ناس بتحضر كل ما البيري اوبراتيف اللي هو قبل واثناء وبعد الجراحه. في ناس بتتابع العينه بعد العمليه، بتعمل لها جلسات، بتعمل لها مراقبه الجرح، يعني كل ده بيتعمل بال7 دول. التميز بقى يا دكتور ان الموضوع عندكم بقى حب اكتر، يعني الناس اللي هو ممكن انا بلاقي واحده بتتصل بيا بتتلكك عايز تعمل اي حاجه تاني. عارف الاحساس ده؟ هناك في جمال عندكم. انا لما دخلت انت اسره بالظبط، بتعمل انت طبيب، اللي انت صاحب المركز، او اللي انت دكتور عمرو النجاري، لا انا لقيت غير كده خالص. احنا كلنا من اول البنات اللي في الفرونت ديسك او الريسبشن او الكول سنتر، التمريض، الاطباء، حتى كل طاقم الاداره، كل الناس، احنا اسره واحده. مفيش فرق بيننا، بنعمل اجتماعات مع بعض دايما، وبنقعدش في العياده، بنتقابل بره. الحب اللي ما بيننا هو ده سر النجاح. لان لو في، انت عارفه طبعا في منافسه، صح، لكن المنافسه الحلوه اللي هي بتخلي الناس تعلى، مش تخلي الناس تهدى. الغيره الهدفه، مش بالزبط. الغيره الغبطة. ان انا الغبطه، يعني هو في فرق بان انا احقد على حد، وفي فرق ان انا عندي غبطه. الغبطه دي ان انا ببقى نفسي ابقى زيه، انا مش هممني هو فين، طبعا مش بحقد عليه، لا انا عايز ابقى زيه. صح. هي دي روح المنافسه الشريفه اللي ما بين كل الاطباء، وانا مبسوط بيهم. ودايما بقعد اسخنهم، دايما اقول له شفت ده عمل ايه، وشفت دي عمل ايه. يعني الحته دي مخليانا. وبعدين اللي مساعدنا اكتر الحمد لله ان احنا بنهتم بكل الجديد. اوكي. ما ينفعش ان احنا نسيب اي حاجه ما تبقاش عندنا، مش بس ما تبقاش عندنا، ما نبقاش اول ناس بنجيبها.